السلام عليكم. صح شريف بيتكم. المرة اللي فاتت في الفيديو الأخرى كان سي عبد المجيد ميلاد بحذايا، وهو كان مدير عام للسي ان اي للسنتر ناسيونال تاع الانفورماتيك، هي الهيئة اللي مكلفة بالتقييد اليوم، اللي كلفتها الهيئة العليا، وحكينا على النقائص واللي فاي في البروجرام انفورماتيك اللي قيدوا به، وفهم كيفاش فيه معناتها منفذ من تالي ينجم نهار آخر يتزيفوا المعطيات، سورتو إذا كان نعتمدوا عليهم في الانتخابات. اليوم بحذايا سي فوزي الحملاوي، استاذ جامعي قرا في الليجي ومدير حالي في اداره عموميه، قرا نص في الجريده للهيئه العليا باش ينتدبوا مدير مالي واداري للهيئه. قرا نص وهاو باش نخليه هو يكمل. السلام عليكم. نهار 30 ماي في جريده لابريس شفت اعلان عند الهيئه العليا ديال الانتخابات تحب انتداب كما هما حاطين المدير التنفيذي للشؤون الماليه والاداريه. فقلت مرحبا، قريت الاعلان، باهي حاطين هما الشروط، طالبين انسان يكون عنده كفاءه خبره لمده 10 سنوات في ميدان المحاسبه والماليه الى اخره. انت خدمت في شركات برا عالميه، خبره الحمد لله يا ربي، وراي 31 سنه خبره في التعليم العالي في معدل التصرف بتونس، اشتغلت في الخليج، في بريطانيا، اشتغلت مع الامم المتحده، اشتغلت في تونس منها في الميدان الخاص والحكومي الى اخره. بعد يقول لك هو من المستحسن، من المستحسن يكون عنده خبره في اجراء الانتخابات. يا اخي انت عندك تجربه مع تجمع؟ لا في تونس لا، انا في سنه 92 93 اشتغلت مع الامم المتحده في كمبوديا، وكانت المهمه هي مهمه اجراء انتخابات تشرف عليها الامم المتحده في كمبوديا. انت كنت وكنت في انا في البعثه تاع الامويه، وكنت اشتغل عندي المنصب متفقد مالي. دونك متفقد مالي في كمبوديا 9 اشهر دي اجراء الانتخابات. بعد باهي هنا قلنا لاباس، شفت بعد الملف الاداري، في الملف الاداري طالبين مضمون. قلت والله مضمون، تصور واحد مولود في روسيا ولا في باريس ولا اي حتى في تطاوين ولا في مدينه. بعد البلتان مرات تروح بطاقه رقم ثلاثه، قلت عجبني بطاقه رقم ثلاثه، المواطن طلب كي واحد صايب باش ينتدبوه ياخذوه. وما قداش عطاو ديلي من اما هنا جات المشكله. تو الاعلان خرج نهار اثنين ويقول لك اخر اجل باش تقدم الترشح تاعك نهار جمعه، ما في ديك 4 ايام، معناتها من نهار 30 ميل ل 4 جون 3 جون 3 جون 4 ايام معناتها. وشكون في تونس يطلع ما يطلع بلتان نمرو 3؟ لا لا في 3 ايام، في 3 ايام معناتها من 4 مستحيل. بصراحه انا شكون قلت اما غلطه اداريه ولا تعجيز. سكت النهارين بعد الاجل من نهار 3 اتصلت عندي محامي صديقينا، حكيت له قال لي لا لازم تم غلطه. اتصل مباشره بسي بو بكر اللي هو كاتب العام تاع اللجنه، حكى له قالوا لا ما في باليش به نص، قالوا راهو السيد عنده كفاءات والى اخره، علاش تخسروه؟ ممكن يكون كونديدا بوتنسيال يهمكم. قالوا شوف اعطيه نص ساعه في يدي، كان ما رجعتكم مش يتصرف. ما رجعناش، لا بعد نهارين ما رجعناش، وليت تزيد بعثت للهيئه عن طريق عبد المنفذ نوع من التنبيه، معناها بور اتيري لاتونسيون، راهي ما تجيش منه في 4 ايام تخليه العبد يولي يشك بلي عندكم عبد حاضر وملف شاو حاضر. ما جاوبوناش. توما بن علي كي كان يعملها يعملهم، يعطي الدليل القانوني المريقي ومن بعد يختار اللي يحب هذوما. ما جاوبوش. بعد المنافسه وليت في التليفون اتصل بهم، كلمتني امراه قالت لي تفضل انا نمثل سي جندوبي. قلت لها حب موعد، قالت لي لا ما يقابلش راهو العباد والجمعيات ما يقابلهمش. علاش؟ قالت لك عنده برشا خدمه. قالت لي احكي لي انا نبلغ. هو فرنساوي، هو ناسيوناليتي فرونسيز، يتكلم بالعربي. قالوا يتكلم بالعربي، تونيزو فرونسي يتكلم بالعربي. سيدار حكيت لها الحكايه، قالت لي برا ما كنتش عندي خدمه واحد اخر. قلت لها مش هذيك المشكله مدام، اما اذا انتم تعملوا اعلان دونك قالت لك هكا برا عاد شبيه خليه يخدم واحد اخر. قلت لها ما كنتش كاتبين لنا بالسيف، اما اذا تعملوا اعلان مو خليوا الشروط مفتوحه باش الناس كلها تنجم تشارك. اخي قلت لها يا مدام راك تخليه العبد يشك باللي انتم معكم عبد حاضر الى اخره. قالت لي بك على لسانك شقا تقول؟ اي حاجه عليه. باهي قلت لها يا مدام تعرف كيفاش راهو، قالت لي احنا مزروبين خاطر هذيك عملناها في 3 ايام. قلت لها يا مدام راه في 3 ايام شفت تجيب بلتان نمرو 3 مزروبين على الطبل. قالت لي ما عندكش شكون في الداخليه؟ قلت لها ما عنديش، هو ما بين قوسين برا ما عنديش. عندي انا برا عندك، اما وليش بس بين اوبستاكل جود اوبستاكل. قلت مش لازم. قلت لها يا مدام راهو اذا ما تجاوبونيش راني باش نتلازم تعدى القضاء. قالت لي رد بالك لم تكون فيه اختيار. هذه لغة بن علي، رد بالك كما قبل المعتاد دي رد بالك هذا كلام اختيار. حاصل ما جاوبونيش الى يوم هذا ما جاوبونيش، وليت تزيد انا قمت قضية عن طريق محامي وجاري القضية وقضية جاري وفي المحكمة الإدارية صبيتها لا في المحكمة الإدارية. نعم.
يعني بكل صراحة مش معقول آخر حب عليه هندي أما تولي كي حشاك في الكلمة سامحوني في الكلمة في العبارة كي كيت في سيخة معناها نعطيك عمل لك أنونس إذا ما سيشاركوا ومن غادي نسكر لك الباب من نهار الأول وهذا ما جراش مع الديريكتور حتى في الجهات لا في الجهات نهار الجمعة نهار الجمعة سامحني نهار الجمعة 3 جوان خرجوا إعلان في جريدة لابريس أو عندي في السيارة هذي يحبوا ينتدبوا إطارات إلى خيري وأعوان باش يبعثوها بالجهات أي يخرج الإعلان نهار الجمعة 3 جوان يعطيهم للناس في يدهم نهارين سبت الأحد خاطر آخر أجال قالك باش تصب الملف تاعك نهار اثنين وقت اللي ما قالوش عليه في التلفزة كلمة أنونس في هكا طرف جريدة ما نكذبش عليك أما عطاو للناس نهارين أي هاكا للمدير عطاوه ثلاثة أيام هاكا عاملين هما ما تركاش يمشي القيد واليوم نسخالو كاميرا كاشي حمل همامي هو زوجته نسخال زوجته باش تحكي كيفاش تدافع على خالد القبي ما ردتهولي ملايكة يا اخي قالت ليه راني مشيت قيدت يا الاولاد هاكا عملية التقييد وعملية الانتخابات كلها والشيء اللي نحكي لكم فيه الاحزاب الكل في بالهم به ما حد ما يحكي عليه لانها ناويين على قسمة الجاتو على ظهر تونس انا مش ناويه ها وتقولوا لي ديما شنو هو الحل ان شاء الله بعد غدوه باش نعمل فيديو باش نقول الحل شنو هو لتونس وانا قلت قبل لكن باش نعاود لان لعل ذكرى تنفع المؤمنين حلنا باش نقول لكم وقت بن علي تونس ولات ضحك اليوم صارت نكته وهي داخلة في حيط الشيء اللي تراو فيه في جبنيانة والتسيبات من الحبوسات ومدر شنو هذا هذا كله إن شاء الله بعد غدوة باش نتكلم عليه وباش نسميها لا سوليسيون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.